يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يأتي بعض أهل الخير ببعض الحلوى لطلاب حلقة التحفيظ في المسجد، السؤال هل يجوز لمدرس الحلقة أن يأكل مع الطلاب؟ لا يؤتى بالحلوى هذه، أخشى أنهم تشبه بالنصارى اللي يوزعون الحلوى في مناسباتهم وصلواتهم، فلا يؤتى بهذه الحلوى في المساجد ولا يعود الطلاب على الشيء هذا. نعم.